يبقى معنا كيف نستقبل الله. الناس القسم استقبال الله يا قسم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يجيب الله ويستعد لرمضان بأن يتفرغ للعبادة وترك المنكرات ويتعلم بدراسة فقه الصيام نعم ويدعو الناس إلى الصيام ممكن على أن يفطر في نهار الله وقسم يعد العدة لإدخال الناس شكرا تمثيليات وتفريع وغيرها. الآن تعلمت فقه الصيام تراجع مع الإخوان تعلم الناس تصور هذه الأوراق التي هي الشف العلم رحمه الله تعالى وتحرص على توزيع وتعليقها في بعض الأماكن التي أذن لك بالدعوة فيها. وهذا الطريق يا أخوان انتشر العلم ويعرف الناس فقه الصيام لأن هناك من لا يعرف عن فقه الصيام وظن أشياء أنها محرمة وليست محرمة بل عليه ولا هكذا بل عليه نعم بل عليه لا شيء لأنه لم يكن شيء يدوم. فبعض الناس سبحان الله يتوقع يبصر أظن أنه بل عليه في شيء لأنه لم يكن شيء يدوم حتى ذلك حتى لو ابتلع النقاب ابتلع النقاب هذا امر مستقبل محرم لكن لو فعل صار محرم لكن لو السواك يصح ان يستار بل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستار وصار فلا اشكال استعمال معذور شهر الاسنان الاولى ترى وان استعمل فارس جاهز لكن يحرص أن لا يدخل شيء هذا لا يدوم. المبالغ في الاستنشاق مفروض وبالغ في الاستنشاق أن تكون صارت. هل له أن يتفرغ؟ يغتسل؟ نعم لا يشرب ينام لا يشرب لكن ينام النهار ويقضي الليل في اللهو وفي المنكرات وفي كذا هذا أمر محرم نوم الليل وصلاة الليل في أمور محرمة ومنكر قرض في العين ولا لا إشكال لا تفضل استعمال الإبر المغذية لأن تقوم مقام الطعام والشراب يخطئ من استعمال الإبر المغذية لكن الإبر التداوي لا إشكال فيها السباحة لا إشكال كل من أفطر في رمضان لعذر فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان لا يشرب مثال الآن امرأة صامت بعد الظهر نزل عليها دم الحيض أفطر شارع أبد فهل تمسك بقية النهار؟ لا لأنها أفطرت بعذر قهرت بعد الظهر هذا اليوم لا بد من قرار فهل تمسك؟ لا جاء في السفر وهم طيب السفر أفضل ثم وصل إلى البلد إلى بيته بعد الظهر يمسك؟ لا لأنه أفضل بعذر لكن من أفضل بغير عذر يمسك ولا يأكل ولا يشرب ولا يكسر من الضرر مثاله احتجب وهو صار أفضل يمسك به النار نعم لو تعمد طيب اذا الى فعل الاخبار لعذر فهذا يقول اسمه مش لغير عذر لا يمسك ايضا ما يتعلق بالمريض المريض ذكرنا المرض يؤثر على صحته وكذا فهذا قدح يكون سيارة محرم
فماذا يصنع؟ ننظر إذا قرر الأطباء أنه يرضى بإذن الله فأنتظر حتى يرضى، فإذا مرض فأرسل. وإن قرر الأطباء أن هذا مرض مزمن أيضا كبير السن يلحق بهذا، لأن كبير السن مرض يلحق بالمريض مرض لا يجره، فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكين، أو ينتظر في آخر الشهر يجمع بحسب الشهر 29 مسكين 30 مسكين، ثم يطعمهم أو يطعم يدور على الفقراء ويطعمهم في أماكنهم بشرط أن يكون على عدد الأيام. هذا الذي نعم الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعم لا تعد، منها أن نبلغ عن الله الصلاة بلغ عن الله، فإذا بلغ عن الله فإلى رحم يعني هذه نعمة جل تشهد، إذا لا نجعل نريد أن يكون هذا الرضا غير الرضاعة التي مرت تستقبل بالجد والاجتهاد، تتعاون مع الإخوان، تتعاون على الصلاة، على القيام، على طاعة الله، على قراءة القرآن، تصحيح التلاوة. نطلب من الشيخ الإمام أن يكون يعني لكم في المسجد هنا حلقة تصحيح التلاوة ودروس علمية بعد كل صلاة، لو كلمة واحدة، لو حديث واحد بعد كل صلاة، لا شك، حديث واحد بعد كل صلاة تجتمعوا بوقت تصحوا في التلاوة